تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا الأربعاء بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. هذا وأكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، وذلك لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار. وينضم إلينا هاتفيا دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور طلعت، بعد التحية، يعني ثلاثة محاور رئيسية بتغطي اهتمام الشارع المصري: محور سياسي واجتماعي واقتصادي، وكيانات أيضا حزبية وشباب وغيرها. كيف ترى الموضوعات المطروحة على أجندة الحوار في هذه الأطر؟ طبعا يعني الحوار الوطني هو طبعا حوار غير مسبوق على مستوى الدولة المصرية، لم يحدث من قبل حوار بهذا المستوى وهذا الوضع. والحوار الوطني يمكن تناولنا عدد كبير من القضايا، هي 19 قضية رئيسية قسمناهم لثلاث محاور. المحور السياسي يضم ملفات غاية في الأهمية في مقدمتها، طبعا قانون مواجهة الحقوق السياسية، قانون مجلسي النواب والشيوخ، أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحليات، تنظيمات العمل النقابي والمهني، النقابات والتنظيمات العمل الأهلي. أيضا ده بالنسبة للمحور السياسي. المحور المجتمعي وهو لا يقل أهمية عن المحور السياسي، تناولنا فيه أو سنتناول فيه قضايا الصحة، التعليم، القضية السكانية، الأسرة وتماسك المجتمع، الهوية والثقافة المصرية. ندخل برضو على المحور الثالث وهو من أكثر المحاور سكونة، والمحور الاقتصادي. ده هيضم عجز الموازنه العامه والتضخم وغلاء الاسعار. ايضا بنتكلم عن الزراعه، الصناعه، السياحه، على العداله الاجتماعيه، عن الاستثمار المحلي الداخلي والخارجي، عن ملكيه الدوله. كل هذه الملفات، ال 19 ملف دول هينصرف منهم هنبسط منهم 113 قضيه. طبعا احنا اتفقنا فيما بيننا، لان طبعا كل قراراتنا بالتوافق. جلسه افتتاحيه غدا هيتم القاء الضوء على الموضوعات وعلى جدول الاعمال اللي هو ان شاء الله بيبدا في الاسبوع بعد القادم، وهيبقى الجلسات بالتوازي كل يوم من الايام. هيبقى اليوم مثلا السبت المحور السياسي هيبقى في اربع جلسات، جلستين صباحيتين من 11 ل 2 بالتوازي، وجلسه من 3 ل 6، جلستين من 3 ل 6. يوم الاثنين مثلا يبقى المحور الاقتصادي برضه جلستين صباحا وجلستين مساء، ثم المحور الثالث والاخير هو المحور المجتمعي يبقى يوم الاربعاء. ممكن كل مقرر من المقررين لو حب يستفيد بيوم ثاني اضافي يجوز ذلك. احنا طبعا ما لناش سقف في نهايه الحوار الوطني، الحوار الوطني ممتد لحد ما نخرج بمقترحات جاده، مقترحات لمشروعات قوانين، سياسات، قرارات تنفيذيه، ويتم كل هذه الامور رفعها الى فخامه رئيس الجمهوريه. يعني هو بيرى رئيس الدوله توجيهها للبرلمان للحكومه. طبعا جلسه بكره جلسه تاريخيه مدعويها اطياف المجتمع المصري، هتبقى جلسه عباره عن المنسق العام هيلقي بدلو في الجلسه الاولى رئيس اللجنه الفنيه، ثم ممثلين عن الاحزاب والممثلين المجتمع المدني والفلاحين والعمال والمجتمع الاهلي، ثم جلسه عن كل الحوار من الحوارات الثلاثه اللي هو المحور السياسي اللي هو هيلقي الضوء عليه الدكتور علي الدين هلال، والمحور الاقتصادي الدكتور احمد جلال، والمحور المجتمعي الوزير السابق خالد عبد العزيز. طبعا ان شاء الله احنا يعني حريصين جدا نخرج بمخرجات
تساهم في بناء الجمهوريه الجديده. وطبعا احنا جادين جدا في هذه المساله، ويعني ونعمل ليل نهار خلال المده اللي فاتت، مستمرين ان شاء الله لحد ما ربنا يوفقنا نخرج به. والشيء الطيب والجميل ان كل الاحزاب السياسيه بلا استثناء وافقت على ان هي تشارك في هذا الحوار المهم جدا. نعم. كل القوى السياسيه، النقابات العماليه، النقابات المهنيه، كل فئات المجتمع، تنظيمات العمل الاهلي. طبعا في نوع من انواع الحكومه طبعا مدعوه لحضور الاجتماعات اذا ما رغبت. كل جلسه من الجلسات هيبقى فيها 30 مشارك، ما بين طبعا اصحاب المقترحات، ما بين الخبراء والمتخصصين، ايضا اعضاء مجلس الامناء اذا ما رغبوا، الحكومه اذا ما رغبت، وايضا طبعا الاحزاب السياسيه والتيارات المختلفه. اذا يعني التاكيد على حق الراي العام في المعرفه والمتابعه الفوريه والشفافه لمجريات الحوار، هذا كائن في تنظيمكم لهذا الحوار. دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.